الشاهد من هذه الآية
شيء. لكن سبحان الله نصر الله هذا واضح جدا. والله يا اخوان نحن سبحان الله ان لله امور لا يسال عما يفعل ونحن مسلمون. لما وعد الله عز وجل بالنصر ما عليك ان تفكر كيف ينصرك الله، عليك ان تستدين لها. سلوكنا في صلاه الله عز وجل نصر. ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ان الله ينصر هذه القوم بماذا؟ باقوياها؟ لا، بضعافها. ينصر هذه القوم بماذا؟ الحديث صحيح. ان الله ينصر هذه القوم بضعفائها. طيب ما الصفه؟ ما علامات هذا هؤلاء الضعفاء عند الله؟ بصلاتهم. لاحظ يقيمون الصلاه. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. واعظم العباده والتوحيد بالصلاه، ليس بالشرك. طيب بصلاتهم ودعائهم، دعاء سلاح عظيم. سبحان الله، كم ينصر الله عز وجل بالدعاء؟ وما منا احد الا وسبق في حياتنا ان نصر الله عز وجل بالدعاء، حتى ولو نسي. لكن لا بد ان يتذكر، يعرف انه سبحان الله كان احيانا يصيب الانسان، كان يصيب الانسان في حياته اشياء عظيمة يريد مخرج. سبحان الله، ما يجب مجد الا الله. سبحان مجرد تفكير بالله كيف الله عز وجل ان يجعل واحدا فاذا المخرج قادم. هذا والله حصل مع كل واحد منا في حياته ولو بقى. بصلاتهم ودعائهم واخلاصهم. الان قف هنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم اخلاص، كيف ينصر الله عز وجل هذه الامه بمخلصين؟ ينصر الله هذه الامه بالمخلصين حتى ولو كانوا قاعدين في بيوتهم جالسين، حتى لو ما باشوا شيئا، لا الجهاد ولا القتال ولا الشرك. هاي اضرب لكم مثلا من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح والحديث موجود في رياض الصالحين في اول الكتاب، كتاب الاخلاص بعد عده صفحات. يقول انس بن مالك: رجعنا من غزوة التبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مستبشرين بالغزوة بالنصر، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عظيم جدا. قال: هذا النصر الذي الله عز وجل انعم عليه، شوف نيته هذا الرسول الذي باشر بالغزوة. جالسين ما عندهم امكانيه للنصر غير الدعاء والاخلاص الذي
سنوات طويلة على ما هو على فراش، حتى هجر أهله زوجته وأولاده قدامه، وجاء في بعض الروايات أن اللحم بدأ يسقط من بدنه بسبب عدم إمكانية أن يتحرك من سريره من فراشه. دعا الله عز وجل دعاء: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رب إن كان من رحمتك أن يستمر هذا الأمر فليستمر، وإلا ما لي طاقة، ما لدي طاقة أكثر من هذا الصبر. وإن كان من رحمتك الشفاء فاشفي. ماذا قال الله؟ اركض برجلك هذا البارد المتسم وشرب. فإذا أيها عليه السلام رجع إلى صحيحته تماما، مجرد دعاء توكل. وزكريا إذ نادى ربه نداء سبحان الله، كان يحترم نفسه. رب اجعلني من لدنك وليا يرثني ويرث آل يعقوب، أن يرثني في النبوة. هذا همه، لأنه كان يرى من حوله متبعين الشهوات والمعاصي، يريد أن يكون واحد يخلفه في النبوة. يحترم في نفسه سبحان الله. انظروا هذا الشعور في ربنا سبحانه وتعالى يعلم من زكريا. لو ما أخبرنا الله عز وجل إذ نادى بنيان خطية، نحن ما علمنا أن زكريا دعا. أصلا هو ما حرك شفع إليه ولا قال ربي ارزقني من لدنك ذرية طيبة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نادى بنيان خطية من داخل قلبه، وهو يحترم يريد أن يخلفه أحد من هو. الله عز وجل سمع هذا الاحتراق، هذا الشعور الذي تحرك في نفسه. لماذا ربنا سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام؟ يحيى عليه السلام ما أعطاه من لدنه. هنالك دعا زكريا ربه وقال: رب اهدني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أي بأن خفية فنادت الملائكة وهو يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. انظروا صفات هذا النبي من الله، وسماه الله عز وجل بنفسه يحيى، لم يكن قد سمى احدا قبله، اكرمه باسم خاص. بسبب ماذا؟ الاخلاص، السلطان بالله، الاحترام لخدمة الدين في اللحظة التي أنت تشعر نفسك خلاص انتهيت، يأتيك النصر، يأتيك المخرج، يأتيك بما لا تظن. يقول أحد العلماء إذا طال بك البلاء مدة طويلة، قال بك البلاء بعدما دعوت الله عز وجل كثيرا ان يرفع الله عز وجل عنك هذا البلاء، واذا لم يستجب لك بعد هذه المده الطويله التي دعوت الله وانت في بلاء، اعلم ان الله عز وجل لا يريد ان يستجيب لدعوتك فقط، بل يريد ان يعطيك ما لا تتمنى. يعد لك شيئا خاص من النعم والعطايا التي لا تتخيل، لا يخطر ببال. هذا هو الله الذي يكون معه، الذي يتوكل على الله، الذي يصير مع الله في حياته. وانظروا جميع الانبياء والمرسلين كيف اصبروا الله، هم دعاء. أيوب عليه السلام في فراش السرير مريض ما يستطيع التحرك، نصر الله. موسى وهو يفرق من فرعون نصر الله. زكريا ضعيف ما عنده أحد، ما عنده أولاد يخلفونه في النبوة، نصر الله عز وجل. لماذا أكرم أيضا ربنا سبحانه؟ يقول عيسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
عيسى. قال عيسى عليه السلام: احنا الضالين، لان الله عز وجل هذا حديث النبي. لماذا قال هذا؟ لان الله عز وجل قال عليه وسلام عليه: يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله سلم عليه. بينما عيسى ماذا قال عيسى؟ والسلام علي هو قال على نفسه: يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. الله سلم على يحيى بنفسه، لكن عيسى سلم على نفسه، لذلك قال الله الظالمين. طبعا القصه يقول من هو يحيى عليه السلام؟ كيف ربنا سيدا ونبيا حصول امير الصالحين؟ الله عز وجل اعطى لعيسى اشياء. الإنسان يستغرب سبحان الله من قدرة الله، كيف الله سبحانه يجلس الصالحين مخلصين متوكلين على الله. الله أكرم زكريا عليه السلام يحيى وهو في الصغير، سبحان الله كان يذهب إلى شاطئ البحر يجلس على الصخر، وجاء في بعض الروايات أنه لم يتجاوز 6 سنين. سبحان الله، انظروا هذا العقل العظيم، وينظر إلى البحر حتى الماء أيام يجلس على الصخر ويبكي ويقول: لا آكل ولا أشرب شيئا حتى ربنا يخبرني أين مكاني في الآخرة، في الجنة أم في النار. ويضيع أيام زكريا يقول ابنه: ويلي، يسأل وين يحيى؟ ما أحد يعرف. ويجلس على الصخر نائم يبكي يريد أن يعلم بين مكانه في الآخرة. فقال: اشرف على نفسك يا بني، تعال معي. استجاب للدعوة الأمين، رجع معه إلى البيت، فأثنى الله عز وجل عليه فقال: حنانا من لدنا وزكيا وكان تقيا وبرا بي والديه ولم يكن جبارا عصيا. وكان أصدقاء يدعوه وهو لا يفكر، يقال له: يا يحيى تعال، الله معنا. قال: أنا ما خلقت للعب. سبحان الله، 6 سنوات هكذا يفكر. شوف كيف الله أكبر، ولد عظيم صار نبيا من الأنبياء السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: السلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث. الحديث يقول أيها الأخوة: والله لم يريد أن أستمر أكثر من هذا الأمر، لكن الذي أريد أن أقوله: الظلم لا يبقى، مهما يظن الظلم أنهم أقوياء. في آية في القرآن الكريم: أنا أجد تسليك فيها سبحان الله، حتى ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن في هذه الآية: حتى إذا أخذ البعض وزينت وظن أهلها أنهم قادمون عليها من أهلها ظالمون. نحن نسوي بما نشاء عندنا القوة. أتاها أمرنا ليلا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن النحس. أي عظيمة، والله المسلم يرى بصمتها هكذا في اللحظة التي يظن الظلم أنه خلاص بلغوا القمة من القوة، يأتي الله. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا كما أهلكنا قبلهم من قرية فجاء بأسنا بياتا أي نائمين بالليل أو هم قائمون أي كانوا نائمين القيلولة بعد الظهر. يعني معظم الناس يظن ان عقاب الله عز وجل يريدهم دائما يسجد اليه صدفه اليه، ليس كذلك. الله عز وجل قد يرسل عقابه في وسط النار، الناس في نشر الحق، او هم قائمون اي قائمون ما يفكرون ان عقاب الله يحكم. فايها الظلمه، ايها الظالمون، والله الظالمون ينام لا ينام
عندهم إحساس أن الله عز وجل يعاقبهم عاقبة سيئة ويعذبهم عذابا شديدا. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة موسى مع فرعون؟ بس ماذا قال عن السحر الذي قال ما منا لربي موسى وهارون؟ ثم قال كذلك حق قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال موسى لهم فلما ألقوا حبال أسيهم قلنا يا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى عقيدة وإيمان وعمل الله إنه سميع قريب.